هم استخدموا اولا شكرا على الاستضافه، هم استخدموا كافه الوسائل الممكنه والتي للاسف الشديد لم تسنح لنا الفرصه في السابق ان نستخدمها. لقد استخدموا الاعلام، تسلقوا الافهم الاعلاميه في كل مكان لاجل ان يرسخوا المفاهيم التي يرجونها، يريدون ان يرسخوا هذه المفاهيم لدى المجتمعات العربيه وغيرها من المجتمعات. هل تعلمون بان لديهم قنوات ووسائل باللغات الإفريقية مثل السواحلية مثل الأمهرية؟ لقد رأيت عدد منهم يعلمون اللغة الأمهرية وهذه المقاطع موجودة في وسائل التواصل الاجتماعي. اليوم نحن نقول يجب أن نستخدم هذه الوسائل، وهذا سؤال هام. استخدموا التعليم، استخدموا المناهج الدراسية، استخدموا الدين، استخدموا الرياضة، فسخروا هذه الوسائل والهالات الإعلامية لأجل أن يرسخوا مفاهيمهم المغلوطة في أذهان الشعوب التي تتابعهم، بينما إثيوبيا لم تستخدم هذه. وان حسب نقرن لنا من الوقت زالي ما نسون لنا ما أنت تجمعري جاكي زالي ما نسون كله حسبهم شبات 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 አማርኛን እንኳን ሲማሩ ያየሁበት አጋጣሚ ያለ ልጆቻቸውን ሲያስተምሩ እዚህ ድረስ ነው ጥልቀት ከፍትለሆነ እኛም ያን ካውንተር ማድረግ ይችላል። የኢትዮጵያን ጉዳይ ግብጾች ለምንድን ነው አባያዊ መልማትን በጋራ የመጠቀምን ጉዳይ አንተ በትክክለኛው መንገድ የዓለም ኮም የኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ተረድቶት መልካም ዲጂታል ኢትዮጵያ እንዳይኖረው ሁሉ ነገር ኔጌቲቭሊ ለምንድን ነው ኢንተርፕሬት የሚያደርገው? طبعاً ده انا بحسي الشعبية لماذا تعتقد او لماذا المصريين يريدون ان يجعلوا كل ما هو إثيوبي سلبيا في هذا الصدر لكي لا يفهم الناس الحقيقة ربما ويأخذوا المعلومات الحقيقية؟ لماذا كل هذه السلبيات في هذا الملف؟ للأسف هم يعني أرادوا أن يحققوا بعض الأجندة المعينة باستخدام بعض الطرق الملتوية. فلو أن هناك يعني اختلاف في وجهات النظر إثيوبيا ترحب به، والأشقاء في مصر للأسف ليست مشكلتهم مع سد النهضة، ولكن مشكلتهم أقول بعض الساسة والأغلبية هناك مشكلتهم مع التنمية الإثيوبية، الازدهار الإثيوبي. يريدون أن تبقى إثيوبيا تحت خط الصفر، تحت خط الفقر، يريدون أن تبقى هكذا. لماذا؟ لأنهم يعتقدون بأن نمو إثيوبيا وازدهار إثيوبيا سيؤثر عليهم، بينما جهلوا أو تغافلوا بأن التنمية المشتركة هي أساس ما تقوم به من أساس مقومات الشعوب التي تنهض بها الشعوب والدول. فلذلك هذه الطرق السلبية تستدعي التيقظ والانتباه والرد عليها، لا أقول مجاراتهم، وإنما استباق ما يرجونه لأجل أننا مع الحق، نحن مع الحق. فلأجل ذلك كل الطرق ينبغي أن نستخدمها في إيضاح هذا الحق. ለኢትዮጵያውያን ተጽዕኖ አሳርፏል። እኛ እንደ ኢትዮጵያውያን ለውይይት መድረክ ከፍተናል። አሁንም አለመግባባት ያለ ነው። አለመግባባት ካለ እንወያይና እንፍታ እያሉ ነው። እነሱ ግን ያን ወንድሞቻችን፣ ግብጽ ያለ ወንድሞቻችን ነገር አይፈልጉም። የሚጠቀሙትም እኛ ሁሌ የነቃን መሆን አለብን። ምክንያቱም ኔጌቲቪቲውን የመጨረሻው ትሪክ ምንድን ነው? የኢትዮጵያ ፖለቲከኞች የኢትዮጵያ ሕዝብ ምሁራኑ አጠቃላይ ኢትዮጵያውያኖች የኢትዮጵያን በአባይ ውሃ ላይ ፍትሐዊ ተጠቃሚነት እኩል ድርሻ የሚወስድ ፍትሐዊ የሆነ ተጠቃሚነቷን ለማረጋገጥ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? ግብጾች ይህን የበለጠ እንዲረዱት ፖለቲከኞቹም ሆኑ ኦርዶሪ ሲቲዝኑ ይህን ተረድተውስ ደግሞ እንዲቀበሉ ነው የእኛን ሀሳብ ልማትና አጀንዳ የጋራ ተጠቃሚነት እንደሆነ እንዲያውቁ ምን ማድረግ ነው? المثقفين في إيصال معلومات يعني أهداف
أهداف مشان أهداف إثيوبيا وتطلعاتها وإرادتها، وأن هذا الشيء مفيد لنا جميعاً كيف نوصل هذه الأفكار التي لدينا إلى العالم العربي إلى المجتمع العربي. ينبغي أولاً أن نتوحد، ثانياً أن نخلص النية في داخلنا بأننا نغلب مصلحة الوطن وليس مصلحة الأفراد. بعد أن نرسخ هذه المبادئ في داخلنا ونعلم بأن أمامنا مهمة عظيمة، مهمة الوطن وهو إثيوبيا، هذا الوطن يستدعي منا أن نتوحد على الحق لأجل نصرته، أن نخلص النوايا التي ننويها تجاه هذه تجاه هذا الوطن وتجاه هذا الشعب. النوايا عندما تخلص تصلح الأعمال، فإذا غلبنا هذه المصالح واتحدنا واستغلينا كل ما لدينا من إمكانيات، إن كانت على مراكز الأبحاث، اليوم نحن في أربامج في هذه الجامعة العريقة، هذه الجامعة وصلتنا مجلدات لمن ألفوا هذه الكتب في نهر النيل، بدأنا نستخدم الآن، بدأنا ننتشر كثيرا في الجامعة هذه، بدأوا يجرون الأبحاث وكثير من المشاريع جامعة أربامج. فلذلك علينا أن ننمي هذه، السياسيين ينبغي أن يعلموا بأن البلد ليست ملكا لهم فحسب، إنما هي ملك لهذا الشعب الذي يتكون من 100 مليون نسمة، كما أنه علينا أن ندفن المشاكل العرقية أو الخلافات السلبية التي تمزق الصفوف. بالبارح قبل البارحة كنا في لقاء على البي بي سي، يتحدث الضيف المصري يلوم حكومته لماذا لا تشتري المرتزقة من أورومو أو من أمهرة أو من هذه الأطياف التي يصورون للعالم أن لديها كراهية عظيمة، بينما هي ربما تحديات تواجه الشعب الإثيوبي. فقالوا لماذا لا نستغلها، ونحن نقول لماذا لا نستغل تعددنا العرقي في قوة الوطن، في قوتنا وتمسكنا. محمد على روسي بأربع لا تنسى الرسالة اللي قبل شوية قلت رسالتي لكم أيها الإثيوبيون في كل مكان، إن ذهبتم إلى الشرق أو إلى الجنوب أو إلى الشمال أو إلى الغرب أو إلى أصقاع إثيوبيا بأكملها، فليجب علينا جميعا أن نتعب من تمزقوا لأجل خلافات تافهة يشعلها البعض فيحرقون بها الشعب والأمة. لنتعب من سوريا، لنتعب من العراق، ينبغي علينا أن نواجه التحديات بتكاتفنا لا بتمزقنا. الناس في الخارج يا جماعة الخير لا يعرفون هذه من هذا من أي عرقية أو ذاك من أي عرقية، إنما يعرفون أن هؤلاء إثيوبيون، ويرسخون بأن الإثيوبيون هم من يريدون أن يسرقوا الماء، وهم يخططون لأجل تمزيقهم، فلماذا نحقق أجندتهم؟ يجب علينا أن نتوحد أيها الإثيوبيون في كل مكان، ونغفل مشاكلنا السلبية وندفن خلافاتنا السلبية أو نعالجها سويا، وهذا ما نحن قادرون عليه بإذن الله. فالحق معنا، والتحديات التي تواجه الوطن عظيمة، لكن الشعب الإثيوبي إرادته أيضا عظيمة لأجل التغلب على هذه التحديات. شكرا. قل لهم محمد على الرسل وترسل لهم، ارسل هي كان